بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورحمه. مش نتناول آية ولا بعض آيات من سورة النحل. ربنا شي يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. تحدثنا بها الآية دي، لكن نحب نصعب مفهوم الرزق. رزق مش ملايين، مش ملياردوات، كل قناة وكل محطة وكل مركز في العالم يبدأ يجلب فينا إلى تريليونيات. كيفاش تولي ملياردير وارشي ملياردير يا ناس؟ مش هذا الطريق، بل هو كذب وبهتان وسحر لعقولكم واستصغار لشأنكم. فاحذروا هذه المنامات الخداعة الغرارة. ما ثم حديث إلا حديث من الرحمن، ما ثم رسالة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. والقرآن هنا بركة من الله، وهي منا كما تقولون تي منا ماكلة عقلية وروحية، خذوها، هي من بركة الرحمن. وهي كما تقول انت انفستان. القرآن جاء باش يغذيكم على المستوى كلها. يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولهذا اخرجوا من الجهل الذي يتصل بمفهوم الرزق. الرزق كل ما وصل من الخالق الى المخلوق فهو رزق. طبيعته روحية أو فكرية أو عاطفية أو مادية أو مالية أو علائقية، فهي كلها من عطاءات إلهية. سو دي فابور ديفين دي دو ديفا. دخلت على اللغة الغربية، دخلت لها بعض مفاهيم إسلامية، منها الصفة الألوهية. قول لو دروا اللهيك، لو دو اللهيك، يعني نسبة إلى الإله. هذه دخلتها زرعتها وان شاء الله تاتي اكلها في الحضاره الغربيه، وربما تقرا ظلمات وتلقى شعر الغيوم وترجع برشا ناس من الغرب الى دين هذا الدين الحنيف، يكون ربما خير منه، لان الناس مثقفين مالين باش يكونوا سباقين في هذا المضمار. على كل حال، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقل في ايات اخرى كيفاش يوسع وكيفاش يقبض، فهمتي؟ كيفاش يجعل الغني ويجعل الفقير. هذا مستوى السلطان، ولا مستوى الخدم والحشم، ولا مستوى المعرفة، ولا مستوى المال، فهمتي؟ ولا والسيادة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال ربنا من حقائقنا، كل ما يكسب شيء مش باش يعطيه لغيره إلا اللي باش يكون يبتغي وجه الله. يقول لك انا اعطيتك المال هذا والنصيحه دي، ابتغي بها رضا الله. هؤلاء فقط، هم قله وقليل ما هم رفيقون. متفقين ولا؟ بحيث وقت واحد عنده المال يحب يزيد ويحب يتسحر، ياكل الدنيا ويتسحر الاخر. متفقين ولا؟ هذا مرض حديثكم عنه قبل كم من مره، وقت يقول لك الخبزه مره، ياتي الخبزه مره، مررت عيشتهم في الدنيا والاخره لانهم ابوا الا العصيان ولا النكران يعملها. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. تصور يا اللي عندك صاحب مال وصاحب سلطان، لو ينحي لك اللي بيدك ويعطيه للي يخدم فيك، لو سيبوردوني اللي يتابعك، اللي تقهر فيه في الاداره وتقهر فيه في منزلك وتتعدى على كراماته وكرامه زوجته ووليداته، وتقول له بعد شرط نعطيك، وكي تعطيه وتقزم وتحط في دو بايمون فيها الغلط، تغلط الفيسك من الاداءات وتغلط الناس، تقول له لا ويا اخو في مليون، انت تعطي فيه 300. لانه علاش هو رضاه وبلا سكينه بدمها؟ لانك انت في يدك المكون وتعمل ما تحب. هذا مش باش يداوم لك، هذا يورط فيك، لانك اليوم يومك على المظلوم شيء ربما ما يتحملوش المظلوم، لكن يوم المظلوم عليك كظالم يوم القيامه لا تتحمله البت بتاعك، لانه مش يورطك مع الرحمن وتكون في غيابات سجن الجحيم والعياذ بالله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا، اي فضلوا بهذا الرزق براد رزقهم، اي ربنا يخرج رزق لك عن طريق همومه بارادتهم او عن طريق غفلتهم او عن طريق مكرهم عن طريق جهالتهم، على كل حال بفائده. ربنا يجعلها مصيبه حين ينتقل هذا الرزق الى ناس اخرى كانوا مستضعفين في الارض، ونريد ان نمن على الذين يستضعفون في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. افهموا كلام ربي كيفاش مربوط ببعضه، والقران يفسر بعضه بعضا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. ولذلك تكبروا على من هو مستضعف،
ونبينا عليه الصلاة والسلام وصانا قال سيروا على قدر ضعفائكم على قدر جهدهم واستطاعتهم ومعرفتهم. زاد كذلك يخدم فيك هو سيدك، وإن لم ترغب بذلك ولما تحقق شيء مقصية ذلك دائما أنت الكل وأنت تعوم على الكل، هذا كلك مش يدوم لك ومش بعد ولي سكين يرجع لك سيلو كودو باتون تسمى بالفرنسوية ولا البومرونج، أنت رميت سلاح ضد الناس فإذا بيه مكر الله يرجع السلاح ذاك اللي كنت فقط والناس كل يخرجوا سالمين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء اي قليتي 50-50. لا بابا ماشي 50-50، الله اللي يقسم الارزاق فهم في سواء افبنعمه الله يجحدون. ربك سبحانه وتعالى يريد دائما ان يوقظ فينا مسكه العقل، انظروا يا ناس راكم جاحدون لنعمه الله سواء كان نعمه روحيه وعقليه وفكريه او اللي تعبدوا راكم جاحدين. والجحود بما لا يمكر بكم عن طريق ابليس وتكون الخساره بالدنيا والاخره لا قدر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورضوانه.